من حقوق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمته؟ قال: والله لقد وفدت على كسرى وقيصر فما رأيت أحدا يعظمه قومه كما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله ما أمرهم بأمر إلا وابتدروا أمره، ولا نهاهم عن نهي إلا وانتهوا عن ذلك، ولا تنخم نخامة أو بصق بصاقا إلا وقع في كف أحدهم. خطبة للشيخ حسين بن علي الشراعي حفظه الله كانت بتأريخ 11 من شهر ربيع الأول لعام 44 و400 الهجرة، وإليكم المادة المذكورة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، فإن الله سبحانه وتعالى بعث نبيه محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وعلى آله وصحبه وسلم بالحق بشيرًا ونذيرًا ليبلغ أمته ما يريده الله عز وجل منهم، فأمرهم ونهاهم وحذرهم وأنذرهم ووعظهم وذكرهم وأرشدهم إلى ما فيه خيرهم وفلاحهم وصلاحهم ونجاحهم في الدنيا والآخرة. فكان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم الرسول ونعم المبلغ عن الله ونعم المبلغ عن الله عز وجل رسالته. لذلك كان له عليه الصلاة والسلام حقوق عظيمة يجب علينا عملها ومراعاتها، حقوق على أمته أوجبها الله جل وعلا له، أوجبها على أمته في كتابه وأمر بها وبين عظمة هذا النبي الكريم، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بين عظمته وبين حقوقه اللازمة التي يجب علينا أن نقوم بها تجاهه. فإنه عليه الصلاة والسلام له من الحقوق العظيمة ما ليس لغيره من الخلق، فهو أعظم الخلق حقاً، فيجب علينا أن نعرف تلك الحقوق وأن نقوم بها، وهي كثيرة. نذكر في هذا المقام منها ما يسره الله جل وعلا. وهناك ثلاثة حقوق من حقوقه عليه الصلاة والسلام قرنها الله جل وعلا بحقه في غير ما موضع من كتابه الكريم. فأما الحق الأول فهو الإيمان به عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فأمر الله جل وعلا بالإيمان برسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقرن الإيمان به
أي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإيمان به جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. وقال سبحانه: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. وقال جل وعلا: فآمنوا بالله ورسوله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. والآيات في هذا الباب كثيرة جدا، ومنها قول الله جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله. والآيات كثيرة التي يأمر الله جل وعلا فيها بالإيمان بنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقرن ذلك بالإيمان به. والإيمان به عليه الصلاة والسلام يتضمن أمورا: الأمر الأول أن يؤمن المسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسول حق من عند الله جل وعلا، أرسله بالهدى ودين الحق، فيعتقد ذلك بقلبه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسول حق من عند الله، ما كذب في دعواه، بل هو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني أن يؤمن المسلم بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبعوث إلى الناس كافة، عربهم وعجمهم وإنسهم وجنهم، منذ بعث عليه الصلاة والسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أي لجميع العالم. وقال سبحانه وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. وقال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. وذكر منها قال: وكان النبي، أي قبله عليه الصلاة والسلام، يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. فهذا مما يجب أن يؤمن به المسلم ويصدق به. وكذلك مما يدخل في الإيمان به عليه الصلاة والسلام أن يؤمن المسلم بأن نبيه عليه الصلاة والسلام قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة التي كلفه الله عز وجل بها والتي حمله إياها. فالله جل وعلا قال في كتابه الكريم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فامتثل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الأمر، أتم الامتثال وبلغ الرسالة وأدى الأمانة، وقام في الله حق القيام، وجاهد في الله حق جهاده، حتى أتاه اليقين من ربه. كان عليه الصلاة والسلام يعرض نفسه على قبائل العرب قبيلة قبيلة، يدعوهم إلى الله ويدعوهم إلى الإيمان بالله، فآمن به من آمن وكذب به من كذب. تعرض عليه الصلاة والسلام لأنواع الأذى من قومه ومن الناس في سبيل تبليغ هذه الرسالة، وهو يدعو إلى الله جل وعلا. أودي أشد الأذى فصبر في سبيل تبليغ هذه الدعوة، شج وجهه، كسرت رباعيته، وضع سل الجزور على ظهره، سب بأقبح السب، وشتم بأقذع الشتم، وهو عليه الصلاة والسلام في ذلك صابر محتسب في سبيل تبليغ هذه الرسالة التي حمله الله عز وجل إياها. أخرج من بلده وهي أحب البلاد إليه، ويلتفت إليها
وهو خارج منها فيقول: والله إنك لا أحب البلاد إلي ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. هكذا تحمل عليه الصلاة والسلام الأذى وأنواع الأذى في سبيل تبليغ الرسالة وأداء الأمانة التي كلفه الله عز وجل بها. وقام عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع خطيبا بين آلاف الناس وآلاف الحجاج، ما يزيد عن 100,000 حاج جاءوا من جميع الأمصار، فوقف فيهم عليه الصلاة والسلام فوعظهم وذكرهم، وكان فيما قال لهم: وإنكم ستسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت ونصحت وأديت. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يرفع يده إلى السماء ثم ينكتها على قوم على من بين يديه فيقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. فهو عليه الصلاة والسلام بلغ هذا الدين أحسن البلاغ وبينه أحسن البيان، وقال عليه الصلاة والسلام: ما تركت من خير إلا دللتكم عليه، ولا من شر إلا حذرتكم منه. يقول أبو ذر رضي الله تعالى عنه: لقد مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ترك لنا منه علما، عليه الصلاة والسلام. ومن الإيمان به عليه الصلاة والسلام اعتقاد عصمته، أن الله عز وجل عصمه فيما بلغ وفيما أدى، وعصمه من الكفر والشرك، وعصمه من كبائر الذنوب. فهو عليه الصلاة والسلام معصوم بعصمة الله جل وعلا له، فيعتقد المسلم ذلك وينزه نبيه عليه الصلاة والسلام عن القبائح. فإن هناك من أعداء الدين من يطعن في نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بأنواع الطعون ويشكك فيه ويقدح، وهو عليه الصلاة والسلام معصوم من ذلك كله، بريء بتبرئة الله عز وجل له. فهذا الحق العظيم الإيمان به عليه الصلاة والسلام يتضمن هذه الأمور كلها، ويتضمن أيضا أنه عليه الصلاة والسلام، أن يؤمن المسلم أنه عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء لا نبي بعده، كما قال ربنا جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ختم الله جل وعلا به النبوة، وقد قال عليه الصلاة والسلام وهو يذكر بعض خصائصه: وبي ختم النبيون. وضرب لذلك مثلا فقال: مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل ابتنى دارا فأكملها وأحسن بناءها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يمرون وينظرون ويقولون: ما أحسن هذه الدار لولا موضع هذه اللبنة. قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. فكل من ادعى النبوة بعده عليه الصلاة والسلام فهو كاذب في دعواه، غير مصدق فيما ادعاه. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وكم من أناس كذبوا فادعوا النبوة بعد موته عليه الصلاة والسلام، بل هناك من ادعاها في حياته كمسيلمة الكذاب والأسود العنسي، وجاء بعدهما من ادعاها من طوائف كثيرة رجالا ونساء ادعوا النبوة وكذبوا فيما ادعوا، وعرف كذبهم ومحقت دعواهم التي ادعوها. فيعتقد المسلم يقينا أن النبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء، ختم الله به النبوة وأكمل له الدين وجعل دينه خير الأديان وشريعته خير الشرائع، صالحة لكل زمان ومكان، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهذا من الإيمان به عليه الصلاة والسلام. والحق الثاني من حقوقه
عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا مقرون بحق الله فيه، طاعته عليه الصلاة والسلام. فربنا جل وعلا أمر بطاعة نبيه عليه الصلاة والسلام في مواضع عديدة من كتابه الكريم، وقارن طاعته بطاعته، ورتب على طاعته الفوز والهداية والفلاح ودخول الجنة وغير ذلك. يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وقال جل وعلا: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. كل هذه الآيات يقرن الله جل وعلا بين طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، تعظيما لطاعة نبيه عليه الصلاة والسلام، وبيان أن طاعته من طاعة الله جل وعلا. فلنبينا عليه الصلاة والسلام حق الطاعة، أن يطاع فيما أمر، وأن يجتنب ما نهى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم وزجر. فهذا من كمال الإيمان به وتمام الإيمان به، بل من أصل الإيمان به. طاعة نبينا صلى الله عليه وسلم أوكد الحقوق بعد حق الله جل وعلا، فهو أعظم الخلق حقا في الطاعة والاتباع. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فمن لم يطع النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به وفيما أمر به فلا قبول لعمله، فهو فعمله عمل حابط مبطل. ولا تبطلوا أعمالكم. وقال: ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، أي إذا سمعت أمر نبيك صلى الله عليه وسلم في سنته فإياك أن تعرض عنه وإياك أن تتغافل عنه. ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وسمعنا بعض الآيات التي فيها ترتيب الفوز والفلاح على اتباعه وطاعته. قال: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أي فاز في الدنيا والآخرة الفوز العظيم الذي لا خسارة بعده. وقال جل وعلا: ومن يطع الله والرسول ويخشى الله ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتق فأولئك هم الفائزون. وقال: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، أي لعل الله عز وجل يرحمكم إذا أطعتموه فيما أمركم. وقال: وإن تطيعوه تهتدوا، فطاعته عليه الصلاة والسلام هي الهداية لمن عمل بها ومن ابتغى الهدى في غير ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام أضله الله. فالهداية كل الهداية في اتباع سنته والعمل بطاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه. بل ربنا جل وعلا رتب على طاعته دخول الجنة وعلى معصيته دخول النار. قال ربنا جل وعلا: تلك حدود الله، ومن يطع الله والرسول ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك هو الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فقرن طاعته بطاعته ورتب عليها دخول الجنة، وقرن معصيته بمعصيته ورتب عليها دخول النار عياذا بالله. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى يوفقنا لما يحب ويرضى. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. معشر المسلمين عباد الله،
كما سمعنا أن الله جل وعلا رتب على طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم دخول الجنة وعلى معصيته دخول النار. وقد بيّن نبينا صلى الله عليه وسلم هذا أتم البيان في سنته، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ من هذا الذي لا عقل له تعرض عليه الجنة فيأبى أن يدخلها؟ استغرب الصحابة رضي الله عنهم كيف يوجد من يأبى دخول الجنة، فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من عصاني فقد أبى، أبى بالفعل، لأنه رفض أن يطيع النبي صلى الله عليه وسلم وأن يتبعه. قال: ومن عصاني فقد أبى. وفي حديث جابر رضي الله عنه قال: جاءت الملائكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: اضربوا له مثلا. فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: العين نائمة والقلب يقظان. قالوا: مثله كمثل رجل ابتنى دارا وجعل فيها مأدبة طعاما حسنا، قال: ثم بعث داعيا يدعو إلى تلك المأدبة، فمن أطاعه دخل تلك الدار وأكل من تلك المأدبة، ومن لم يطعه لم يدخل تلك الدار ولم يأكل من تلك المأدبة. فقالوا: فسروها، أو قالوا: أولوها يفقهها. فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: الدار الجنة، الدار الجنة، والداعي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن دعا فمن أطاعه دخل الجنة وأكل من نعيمها، ومن لم يطعه لم يدخل الجنة ولم يأكل من نعيمها. رواه البخاري، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. فهذا الحديث يبين أثر طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها سبب عظيم في دخول الجنة، كما أن مخالفة أمره وارتكاب نهيه سبب من أسباب دخول النار. هذا حق عظيم من حقوق نبينا صلى الله عليه وسلم. والحق الثالث أيضا الذي قرنه الله عز وجل بحقه: محبته عليه الصلاة والسلام. فإن محبة نبينا صلى الله عليه وعلى وسلم من آكد الحقوق التي تلزم على المسلم تجاهه ونحوه عليه الصلاة والسلام. وقد قرن الله جل وعلا هذا الحق لنبيه صلى الله عليه وسلم بحقه، فقال جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. فقرن محبته بمحبة رسوله صلى الله عليه وعليه وسلم، ونهى عن تقديم شيء من هذه الأشياء المذكورة أو غيرها على محبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وعليه وسلم، وتوعد على ذلك بالوعيد الشديد: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، أي بالعقوبة لمن فعل ذلك. ثم وصف من قدم شيئا من تلك الأشياء، فقدم شيئا من محبة النفس أو الأهل أو المال أو الولد أو المساكن أو غير ذلك على محبة الله ورسوله، وصفه بأنه فاسق، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فمحبة نبينا عليه الصلاة والسلام مؤكدة في غاية التأكيد، بل إن نبينا عليه الصلاة والسلام نفى الإيمان، أي كمال الإيمان، عن من لا يحبه. وربما ينتفي الإيمان بالكلية إذا لم يحب المسلم نبيه عليه الصلاة والسلام، إذا لم يكن في قلبه شيء من المحبة له انتفى الإيمان بالكلية، وكلما ضعفت المحبة ضعف الإيمان.
في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. وفي حديث أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا يقدم الإنسان على محبة نبيه صلى الله عليه وسلم أحدا مهما كان، حتى نفسه لا يقدمها على محبة نبيه عليه الصلاة والسلام. وقد قال ذات مرة عمر رضي الله عنه: والله يا رسول الله إنك لا أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال له: لا يا عمر. قال: فإنك والله يا رسول الله لا أحب إلي حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر، أي الآن تحقق الإيمان واكتمل. فمحبة نبينا عليه الصلاة والسلام هي من أعظم الحقوق الواجبة نحوه، ولا يجد مسلم طعم الإيمان وحلاوته حتى يحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من أي شيء في هذه الدنيا. في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أي شيء سوى الله وسوى نبيه عليه الصلاة والسلام تكون محبته دون محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فلا تقدم محبة نفسك ولا أهلك ولا مالك ولا ولدك على محبة نبيك عليه الصلاة والسلام، فهو آكد الخلق حقا علينا وأوجب الخلق محبة علينا. نعم عباد الله، وقد ضرب الصحابة رضي الله عنهم أروع الأمثلة في محبة نبينا صلى الله عليه وعليه وسلم. هذا رجل من الأنصار كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وعليه وسلم فيجلس معه ويشتاق إليه وينظر إليه ويجد في نفسه ما يجد من الراحة والسعادة وهو مع نبيه عليه الصلاة والسلام. فجاء إليه ذات مرة وقال: يا رسول الله، والله إني لأكون في بيتي وبين أهلي فأذكرك فلا أصبر حتى آتي فأنظر إليك، وإني والله يا رسول الله ذكرت موتي وموتك، وأنك إذا مت رفعت مع النبيين، وإذا مت فدخلت الجنة كنت في منزلة دونك فأشتاق إليك. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله جل وعلا هذه الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. عبر بهذا التعبير الذي يدل على عمق المحبة لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يسأل: كيف كانت محبتكم لنبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فيقول: والله لقد كان أحب إلينا من أنفسنا وآبائنا وأبنائنا وأموالنا. هكذا كان حاله. وهذا عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول: والله لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى نفسي، ولو قيل لي صفه ما قدرت على وصفه، لم أكن أطيق النظر إليه هيبة له وإجلالا. وهذا زيد بن الدثنة رضي الله عنه يؤسر مع بعض الصحابة من قبل المشركين، فقتل منهم من قتل، وأخذ زيد بن الدثنة رضي الله عنه إلى مكة أسيرا، وبقي أياما ثم أخرج للقتل. فيقول له بعض المشركين: يا زيد، أيسرك أنك بين أهلك ومالك وأن محمدا مكانك؟ فيقول: لا والله، ما يسرني أني بين أهلي ومالي وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصاب بشوكة، يصاب بشوكة. يقول: لا يسرني أن يصاب النبي صلى الله عليه وسلم بشوكة فقط، فضلا عن أن يكون مكاني ليقتل وأكون بين أهلي ومالي. ولما كان غزوة أحد وأشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، وجاء
بموت المسلمين وشهداء الصحابة رضي الله عنهم، تخرج امرأة من الأنصار تتلقى أولئك الشهداء وتسأل من هذا، فيقال لها هذا أبوك. ثم يمر بجنازة أخرى، من هذا؟ فيقال لها زوجك، فتقول أين رسول الله. ثم يمر بجنازة ثالثة فيقال لها، فتقول من هذا؟ فيقال لها ابنك، فتقول أين رسول الله، فيشار لها هو ذاك. فتأتي وتخترق الصفوف وتأخذ بطرف رداء رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وتقول لا أبالي من مات إذا سلمت يا رسول الله. هكذا كان حبهم لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، مع أن مصيبتها عظيمة، قتل أبوها، قتل زوجها، قتل أخوها، ومع ذلك تبحث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، أين رسول الله؟ فلما رأته حياً اطمأنت لذلك وقالت كل مصاب بعدك جلل يا رسول الله، أي كل مصاب يهون إذا سلمت. نعم، هكذا كان حبهم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصدقوا تلك المحبة بصدق اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما يأمرهم بأمر إلا ابتدروا أمره، ولا ينهاهم عن نهي إلا ابتدروا نهيه، كما قال سهيل بن عمرو لما قدم يكاتب النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، قال لما رجع إلى المشركين، وقد أسلم سهيل رضي الله عنه بعد ذلك، لكن كان آنذاك في الحديبية على الشرك، لما رجع إلى قومه قال والله لقد وفدت على كسرى وقيصر فما رأيت أحدا يعظمه قومه كما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله ما أمرهم بأمر إلا وابتدروا أمره، ولا نهاهم عن نهي إلا وانتهوا عن ذلك، ولا تنخم نخامة أو بصق بصاقا إلا وقع في كف أحدهم فدلك بها وجهه ويديه، أو كما قال. هكذا كان تعظيمهم لرسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم وحبهم له، فيبادرون إلى امتثال الأمر واجتناب النهي، وهذا هو برهان المحبة الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بامتثال أمره واجتناب نهيه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا كنا نحب نبينا صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلنصدق في اتباعه وامتثال أمره واجتناب نهيه والمسارعة إلى ما أمرنا به، فإن هذا هو برهان المحبة الصادق الذي لا يبقى معه شك ولا ريب. أما مجرد الدعوة فكل واحد يحسنها يا عباد الله. وهكذا من حقوق نبينا صلى الله عليه وعليه وسلم، وبه نختم، الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، فإن الصلاة على نبينا عليه الصلاة والسلام من آكد الحقوق ومن أعظم الحقوق، وقد قال ربنا جل وعلا آمرا لنا بعد أن أخبرنا أنه يصلي على نبيه هو وملائكته، قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وجعل الصلاة عليه وعلى آله واجبا من واجبات الصلاة، فأمرنا أن نصلي عليه بعد التشهد، ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. فالصلاة على نبينا عليه الصلاة والسلام من آكد الحقوق، كلما ذكر كلما ذكر عليه الصلاة والسلام لا ينبغي للمسلم أن يهمل الصلاة عليه، فإنها من حقوقه، وهذا بعض من رد الجميل له، فإنه عليه الصلاة والسلام جاهد في الله حق جهاده وتحمل جميع أنواع الأذى في سبيل إيصال هذا الدين وتبليغ الرسالة إلينا، فلنرد له بعض حقوقه ولنقم بما أوجب الله عز وجل علينا نحوه. وحقوقه عليه الصلاة والسلام كثيرة عديدة لا يتسع المقام لاستقصائها في مثل هذا، وإنما فيما ذكرنا إشارة إلى بعض الحقوق وهي أوكد الحقوق علينا. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم انصر الإسلام والمسلمين،
اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل أعداء الدين. اللهم عليك بأعداء دينك أجمعين من اليهود والنصارى ومن شايعهم ومن أصرهم يا رب العالمين. اللهم أقم علم الجهاد، واقمع أهل الشر والشرك والفساد والعناد. اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين والنصارى المعتدين يا قوي يا متين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا قوي يا متين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك